الكرام الأحمد أنا محمد. مقطع جديد وتحدي جديد. اليوم تحدينا رح يكون إنه بالمسبح. إيه. أول اللي يضل تحت المي أكثر ومسابقة ونكب سدادات الأنف ونروح نجيبها. يلا ليتس جو. التحدي راح يكون انه نغطس تحت الماي. اللي بضل اول اللي بضل تحت اكثر. يلا واي جي بابا ليت 10 ثواني واحمد 9 ثواني. انا 10 ثواني وهو 9 ثواني. يلا هلا مسابقة. عندك مسلسل غير. هلا التحدي رح يكون سباق. سباق. واحد. التحدي الثالث إذا نروي شغلة إذا حجيبها طبعا أنا برويها. التحدي اللي يضل أبعد مسافة. هو يسأل بعض تحديات اللي بيخسر ندفه. يعني حجر القصر اللي بيخسر يعني نحن أنا بسأله. يلا حمد سؤال. البطيخ بيطلع من الشجر أو من الأرض؟ من الأرض. يعني انا وجهي غلط. سؤالك البطيخ والدم. يلا اطلع. يلا تعال. هلا تدرس عندي. ما هو السؤال؟ هو ما هو الحيوان الكيوت؟ القطة طبعا. يلا داري انا اسالك. اعطيك اربع وحوش مفترسه. اسد، دب،
غلط. الدب ايه بس وفر يصل لك النار ودي بعيد ايه ما بعرف شو راجي بس سوري. يلا دارك تسألني تي 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 تي. يلا شو هو حيوان أكيد بتبسه؟ صار صار شو سؤال وبعدين السادس سادس تحدي انه نختار اي تحديات. تفضل يلا اقرا وقف تختار اي تحدي تبع الاسئله. لا يلا سؤال انا بختار تبع الاسئله. اخر سؤال الي ما هو الحيوان اللي اشرس من كل هاد؟ ها وين الحيوان الاشرس الاشرس الاشرس؟ الاسد قصدي الفيل. اسد 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 الضبع الضبع. وصلنا لنهاية التحدي إن شاء الله عجبكم. كنتوا اجتدوا القناة لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات. يلا مع السلامة.